عليكم، كي دايرين؟ كي داير مع الصحه؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. جيت ندير لكم الجزء الثاني ديال عرضه الازياء. ما كاين ما يدار، كاين القنط، ما كاين حتى شي حاجه ما دار. رجعت شي شويه البيولوجي، ومن بعد قلت شنو نتسلى انا والبنات صحاباتي، ماشي صحاباتي، بناتي وميم طوم صحاباتي، نتسلى انا وياهم. داكشي قلنا شنو نديرو ما نديرو، دينا طيبه العشاء، وانا كنت غادي نصاوب سميتو. المهم هاد الكسوه هادي من كريم فريش، شوفوا كي دايره، واسعه 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 بزاف كما كتشوفوا. تقدر تلبس هكا ككسوه، وتقدر تلبس بحال دابا الا كان واحد غيلبس جين مع بودي ولا شي حاجه، تقدر هذه تحل كتولي بحال بوليرو، كتولي محلوله كتلبس هكذا بحال شي بوليرو. غنشوفوا حاجات اخرين. المهم هذا هكا تيشيرت كحل مع هذا السلوال اللي كتشوفوه، نقدروا نلبسوه مع البيض كي غنوريكم، ونقدروا نلبسوه مع اي باسكيت او اي صباط. هذا من ديتشمان، هو هذا جبته من فيرمودا، سروال فيرمودا، وهذا والله معقد شريته ونسيت. المهم هذه هكذا. المهم بحال شفتوا هنايا غيرنا القميجه، درناها هكا بيضاء، درنا معها باسكيت هكذا بويض، ونفس السروال نقدروا نبدلوه. زعما سروال نقدروا نلبسوه متنوع مع بزاف ديال الحاجات، ماشي ضروري. المهم هذا السروال الثاني كيجي واسع، فيه الكحل والبيض، تقدر تلبسو مع البيض، تقدر تلبسو مع الكحل. درت له هادو دي بوت، تقدر دي بوت اكيد عالي لانه هو طويل. وبالنسبه للساك ماشي مهم اي لون، الفكره اللي كانت عندنا في المغرب ديال الساك لازم يكون اللون ديال الصباط، هنا ما كاينش داكشي في اوروبا. المهم لانه تقدروا تلبسوا اي لون، اي حاجه تجي زوينه مع السروال وهادشي. هذه اللبسه ديال السروال هذا ديال البيض والكحل، وهذا صالوبيت ديال الحفلات اللي هو طالع طوب مع السروال ديالو كله طالع. اكيد شي حاجه ديال الحفلات خص تكون شي حاجه ساكته هو يمشي مع الحفلات، وتقدروا تلبسوا مع صباط عالي مع دي بوت. انا دابا لبستو غير هكا مع لي بوت، باش ماشي كل مره نبدل هكذا في صبابه. تقدروا تلبسوا مع اي حاجه، المهم تجي معاه. المهم هذا صافي سواغي، هذا من كريم فريش، هذا شريته من كريم فريش. او لي بوت كنظن من هو الساك ما عقلتش، هادشي اللي كاين. هذه اللبسه حتى هي، قميجه حتى هي هكا في البيض كتجي هكذا واسعه، والسروال حتى هو بزرق والبيض كيجي بحال اللي كتشوفوا كيجي واسع انتما كتشوفوا. ولبست مع هذه حيت صراحه ما بقيتش قادره نلبس، نبدا نغير هكذا في الصبابط. هادشي اللي كاين، كنتمنى تعجبكم. هذه كما كتشوفوا سروال حتى هو فيه لو نوار، فيه لو بيج، زويون كيتلبس للحفلات حتى هو. لبست مع هذا هكذا في الكحل، لبست مع هذا ديال الدو عادي كيجي هكذا، ولبست مع هذا تقدري تلبسه مع هذا لو مارون، لو مارون لو بيج عادي هكا كيتلبس. المهم واكيد الشعر تيكون قاد، اكيد المكياج تيكون قاد. داكشي نشوف حاجه اخرى، هذه كسوة ديال الكوير نوار كي كتشوفوا. انا خديتها اكسبري، خديتها لارج، قصدا خديتها لارج باش ما تكونش ضيقه، واسعه هانتوما كي كتشوفوا. لبستها مع هذه ديال الدو، واكيد هاد الصابو هذا قوي ديال الدو حتى هو، اللي تقدر يتلبس مع بزاف الحاجات، مع يعني حفلات كاجول اي شي حاجه عادي. واخا الكاجول دائما معروف بالسبرديلات وداكشي، ولكن لا نقدروا نغيروا. انا هذه حماقيت عليها، هذه ديال الجلد غزاله فنه، شوفوا اليدين ديالها كيفاش دايرين. عندي هذه هكذا واسعه زوينه بصراحه روعه. المهم هذه الكسوه هذه اخر ما شريت من ايشي، زوينه في هاد الكولور اللي هما متناسقين بزاف مع بعضياتهم، اللي هو لو نوار لو غري كحل الماضي. المهم لبست له هذا هكذا، وتقدروا تلبسوه مع اي حاجه، مع صباط عالي، صنداله عاليه، صابو يكون كحل عندي ولكن ما بغيتش دابا نلبسو. المهم بغيت غير نوريكم انا كيفاش الحاجات ديال ايشي، صراحه هما زوينين بزاف، الجاكيطات ديالهم، الكساوي ديالهم. كنظن هذه ماركه ديال ماركيه ايشي كنظن. المهم
المهم كاينه بزاف من هنا، ما عرفتش ما متاكداش منها، ولكن كاين بزاف من هنا في الدنمارك كنظن تكون تقدر تكون. المهم هذه كتجي هكذا، انتما كتشوفوا كلشي واسع الشكل ديالها كيجي هكذا بالفونت. المهم هذا السروال ديال الجلد، ضروري خصنا حنا كسيدات وكبنات يكون عندنا جين، يكون عندنا سروال ديال الجلد، يكون عندنا سروال ديال التوب، مهم باش نبدلو فيهم وزيادة على الكساوي وداك الشيء، ماشي ضروري حاجة تكون ماركة بزاف غالية. غندير معها الصاك هذا باش نهرسو الحدة شي شوية، و يعني يقدر الواحد يلبسو مع دي بوط كحل. قالت لي ديالها براكا من بوطات كحل غيري، حيت يقدر تلبس كاع بلا صاك، نقدرو نلبسو كاع بلا صاك ماشي مشكل، كيجي زويون، نقدرو كاع نحيدو هاكا الصاك ماشي مشكل، نغيره كتكون لبسة هاكا كتكون لبسة زوينة. كي جاتكم كنعرف اللبس. وهذه عادي بجاكيطه ديال الجلد فهاد لاكولور، هذه هكذا بيج ومع الصبابط هكذا وشي حاجه اللي هي سبور، تقدروا تهزوا معها مثلا، تقدروا تهزوا معها هكا الصاك، تقدروا بلاش، المهم اي حاجه وهي سبور اصلا دامت، ولكن حنا الانسان ما نقدروش نلبسوا بلا سيكان، ضروري خصنا سيكان، فكتجي زوينه. وهاد الصبابط هادو مريحين بزاف، هذا كادو ديال دينا اللي جابت لي في عيد ميلادي لو 13 نوفمبر. هادشي اللي كاين، نقدرو نحيدوها وتبقى هكذا عادي. هاد التريكو هذا تيكون هكذا، تيجي هكذا، تيجي هو محلول بلا ما نوريو، هو محلول هكذا، كيجي زوين، كيجي واسع، كيجي طويل حتى لهنايا، شتو كي داير؟ شوفوا حاجة. المهم بغيت نسالي معكم بهاد الجاكيط هادي اللي شريت من جينا تريكو، هانتوما اللون هاكا كتكون سخونة 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 بزاف، و غير باش نوريكم بالصغير مع هاد لي بوط هاكا، حيت هاد لي بوط هادو سخونين هاكا التلج كيجيو زوينين والبرد، هادشي اللي كاين و تقدرو تلبسوها مع أي حاجة نتوما عارفين، مع التجين مع أي حاجة. المهم هادشي اللي ولا دابا ألا بوط، هاد الشعر أو البيلس هذا اللي فيها هكذا، معرفتش اش كنسميوه، شاموا ولا صوف ولا ما فهمتش. المهم هو تيكون هكذا لداخل هكذا عادي، وكتجي هادي هكذا، وأكيد الواحد تيلبس طراب باش تخرج. هذا كان دابا الجو في الدنمارك راه بارد 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 بزاف، فاش فين الواحد تيخصو يحمي راسو من البرد. وهذه هي، وشريتها رخيصة صراحة، كنت دايرينها في السل، يمكن شريتها 100 كرون تقريبا 150 درهم، كانت شي شوية غالية 350 تقريبا، وملي كيديرو السال كي. وبالمناسبة دابا حيت ديسمبر غادي يسالي الكريسماس أو نوال، فإن شاء الله بإذن الله هداك الشي بزاف ديال الحاجات غيولي تيكود أو السال أو الرخص، أو يعني بزاف الحاجات غيرخصو، وإن شاء الله خير. إلا شريتي حاجة غادي نديرها لكم، نقول لكم في أمان الله وحفظه، مع السلامة، باي باي.